يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد حاليا منافسات قوية وشرسة، وذلك ضمن البطولة الآسيوية 19 لكرة اليد والمقامة في دولة الكويت الشقيقة، حيث يقدم مستوى فني كبير وانتصارات متتالية. معنويات اللاعبين جدا يعني مرتفعة عالية، والجهاز الفني والإداري طبعا احنا الحمد لله يعني استطعنا ان ننتقل طبعا للمرحلة الجاية. طبعا المرحلة اللي من بكرة تبدأ أصعب من المرحلة الأولى، استطعنا الحمد لله أن نتجاوز كوريا وإستراليا، طبعا مشهود لهم في كرة اليد خاصة المنتخب الكوري، وأنا الحمد لله يعني الشباب عندنا يعني كلنا ثقة فيهم. منتخبنا الوطني يشارك في البطولة بعد المعسكر الذي أجراه في الكويت قبل بدء منافسات البطولة، والتي استطاع أن يثبت وجوده ويظفر في المواجهتان لصالحه، حيث انتصر على المنتخب الكوري الجنوبي والأسترالي. احنا خلصنا الحين مجموعات، طبعا الله وفقنا أمس مع المنتخب الكوري، قبلها مع المنتخب الأسترالي، صرنا مجموعة ألف مع المنتخبات، أربع منتخبات اللي هي البحرين، الإمارات، اليابان. إن شاء الله بكرة حيكون عندنا مباراة الساعة 4 مع منتخب اليابان. منتخب اليابان فريق قوي ما يسهم فيه، يمكن بنفس مستوى منتخب كوريا وزيادة. معانا منتخب الإماراتي بعده، احنا لما مع منتخب الإماراتي نفس الموضوع، دول خليج تقريبا مستوى واحد. عندنا بعد كذا حيكون منتخب البحرين، بس كلها هذه لازم إن شاء الله تحقق فيها الفوز عشان تقدر تتأهل كأس العالم. احنا دخلنا المنافسات البطولة من أول يوم هدفنا أن نطلع بصورة جيدة مثل المملكة العربية السعودية. راح نقاتل الآخر يوم في البطولة بغض النظر عن النتائج اللي حققناها أو اللي راح نحققها في المستقبل. هذا يعني الوطن يستاهل نقاتل إليه لأن أعطانا الكثير. أخضر اليد يعكف حاليا في حصص تدريبية مكثفة لمواصلة سجلها الحافل الذي بدأ به في البطولة، والتي ستكون فرصة لحصد اللقب الأول للبطولة وتأهله إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد. معنويات عالية وكبيرة يتحلى بها منتخبنا الوطني لكرة اليد استعدادا لمباراة اليابان والإمارات، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققها في مشوار البطولة الآسيوية. مشار الشمري، قناة الإخبارية، الكويت.